الحضور الكريم، ضيوفنا الأعزاء، المشاهدين الأفاضل، إن هذا المنتدى ثمرة للتعاون الوثيق بين جريدة الرؤية ومكتب حفظ البيئة بديوان البلاط السلطاني، إضافة إلى وزارة البيئة والشؤون المناخية، وهو التعاون الذي يؤكد قوة الشراكة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، والتي باتت كلمة التميز والنجاح في العديد من قطاعات العمل والإنتاج. فهذه الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص هي البوتقة التي تجمع في داخلها شتى الجهود التي ليتم تنفيذها وفق رؤية تضع في الاعتبار التحديات وتستشرف الحلول. الجمع الأفاضل، اسمحوا لي أن أدعو المكرم حاتم بن حمد الطائي، رئيس تحرير جريدة الرؤية، المشرف العام على منتدى عمان البيئي، ليلقي الكلمة الترحيبية. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي محمد بن سالم التوبي، وزير البيئة والشؤون المناخية الموقر، راعي أعمال منتدى عمان البيئي، أصحاب السمو والمعالي المكرمون أعضاء مجلس الدولة، أصحاب السعادة، ضيوف المنتدى الأعزاء، حضورنا الكريم، أسعد الله صباحكم بكل الخير. يسعدني في البداية أن أتقدم إليكم جميعاً بأجمل عبارات الترحيب والتقدير لتلبيتكم الدعوة بالحضور والمشاركة في أعمال هذا المحفل البيئي الواعد الذي يخطو هذا العام خطوته الثانية على درب الاستدامة في بيئتنا العمانية بخصوصيتها المتفردة ونظامها البيولوجي والإيكولوجي الثري، حماية لموارد طبيعية ومقومات بيئية ثمينة تهيأت لها على مدى سنوات النهضة المباركة كل مقومات الصون والرعاية والاهتمام كركيزة مهمة من ركائز النماء الشمولي الذي تزدان به اليوم كافة جوانب الحياة العمانية المعاصرة، وهو ما منح التجربة العمانية صك التفرد كنموذج يقتدى به في مختلف المجالات المتخصصة بالبيئة، سواء على مستوى الدول أو المنظمات الإقليمية والدولية. فإن كانت الاستدامة في البيئة العمانية هي المحور الذي فرض نفسه ولا يزال على طاولة البحث والنقاش كهدف رئيسي، فإن أساس تحقق هذه الاستدامة وضمان فاعليتها هو الإنسان الواعي بحجم مسؤوليته ودوره فيها، إذ هو محورها والمستفيد منها. لذا كان العنوان هذا العام نحو تأصيل منهجي للمواطنة البيئية، مستهدفين عبر أربعة محاور تثريها أوراق عمل وجلسات نقاش، السعي لتوفير ممكنات جديدة أمام خبرائنا والمختصين لخلق وعي مجتمعي شامل يضمن تجذر هذا المفهوم وترسيخه والاتفاق على جملة موجهات تسهم في تعزيز علاقة الإنسان بالطبيعة من حوله بشكل متناغم، وتنشئة أفراد فاعلين وأجيال مؤثرين في تحقيق التنمية البيئية المستدامة. فالمواطنة البيئية يوتوبيا خلاقة وبرنامج قيمي ومسؤولية إنسانية بالأساس، تفتح أبواباً واسعة لصناعة التغيير والارتقاء بالعيش في الوطن والعالم أجمع. يسرني الإعلان عن تدشين جائزة منتدى عمان البيئي كمنصة تكريم تصاحب أعمال المنتدى في دورته القادمة، مستهدفين من خلالها دعم جهات الفئات العاملة في المجال البيئي وفق شروط نباشر العمل على صياغتها خلال الفترة الحالية بالتنسيق مع لجنة على مستوى عال من الكفاءة والخبرة، بهدف التحفيز نحو مزيد من الإيجادات تدفع مسيرة العمل الوطني الهادف للاستدامة البيئية، يعلن عن تفاصيلها خلال الفترة القريبة المقبلة.